ليتني أفقد الوجه المكترث، ذلك الوجه الذي يلتفت، يقحم النظر في النظر، ويعمل الاهتمام، ومن ثم الخوض. وليته ما اكترث ولا خاض، فلا يتمخض عن الاكتراث سوى القلق، والقلق شعور بمسؤولية ما، سواء إزاء أمر حدث أو أمر محتمل الحدوث، أو الشعور بوجوب الشعور ووجوب الاكتراث. ويزداد القلق بالوعي، ويسقط الواعي إلى ما يشبه النذالة. إن الاكتراث من الكارثة. ليتني أفقد الوجه المكترث، علي لا أعي نذالتي، إلا أني أعيها وأحتقر نفسي أكثر كلما ابتعدت عن الوحش الذي يضمر في دواخلي وسعيت وراء الإنسان، وأعد نفسي أنانية. وكلما تيقنت من مدى أنانيتي الباذخة زادت. لطالما كانت أنانيتي حظوة، نعم أحصل على كل ما أريد، سواء عملت على ذلك بجهد جهيد أو فقط همست لنفسي أن بود الحصول على شيء أو أمر بعينه. وصدقوني قد يحدث ذلك من تلقائه. وبهذا وبأنانية أضع نفسي أولا كي أتلقف المبتغى وأستحوذ عليه لنفسي، إلا أن أنانيتي شقت منحا آخر، منمق مستصاغ. وأدركت ذلك حين أعملت اكتراثي وكرسته تكريسا انتحاريا في عملي. نعم أنا أكترث كثيرا، فإن كان هناك من نزيلة أو نزيل في حالة احتضار، تأخذني أنانيتي في الاستحواذ على الدقائق الأخيرة، ويتفاقم اكتراثي بكل تفصيلة من تفاصيل ظروف الاحتضار. قد تأخذني أنانيتي لأن أهمس لنفسي كم أتمنى أن أكون أنا من تزيد جرعات العقاقير التي تعجل بالأجل، فأكون قد رحمت المحتضرة من مكابدته، وأكون عجلت بموته موتا رحيما كما يقولون. أنانيتي تحثني أن أكون أنا من تتصل بالطبيب المشرف وأقول أرى أنه علينا زيادة الجرعة، وأنا أعي أن الطبيب سيوافق وأهل المحتضر أيضا. وبالأنانية ذاتها أتمسك بكل لحظة يمكن أن يعيشها المحتضر أو المحتضرة، لأني أعي أني لن أراه أو أراها بعد ذلك. وأنا مهما انتقل الناس إلى حيوات أخرى غير مضمونة، لا أستطيع إلا أن أعي حياة واحدة أنا فيها، والإنسان الذي يحتضر إن غادرها غادرني إلى الأبد. أتمسك بلحظاتهم الأخيرة رغم أني أعي أن موتهم هو عتقهم، هو غايتهم التي كانوا يقصدونها منذ ولدوا. أتمسك بلحظاتهم الأخيرة بكل أنانية، وأعمل اكتراثي بشكل مضمن، وأنا ألمس البرود يجتاح أطرافهم، يخطفهم من دفء قلبي الذي أحاطهم رغم برود عالمهم الكئيب، العالم الذي يبرد كلما شاخوا، ويبرد ويبرد
إلى أن يحكم بروده على أجسادهم معلنا النهاية. ياه، كل هذه الحياة لأجل هذه النهاية. ياه، كل هذا العذاب لأجل الموت. أجهش بالبكاء في كل مرة، وأكون أكثر أنانية من أهل المتوفي. أحزن أكثر منهم، بل أستأثر بالحزن. ولو لم أكن أنانية لكان علي الاحتفال، لو لم أكن نذلة لاحتفلت بموتهم وتخلصهم من عذاباتهم التي من شدة اكتراثي تركت في قلبي ثقبا. هل تعلمون كم مرة رفضت أن أغادر حين أنهي ساعات عملي؟ وأحدهم على فراش الموت، كيف أغادر؟ كيف أغادر بوجه المكترث والذي يزداد حيرة وحمقا وأنا أضع الاحتمالات؟ ماذا لو مات الإنسان المحتضر بعد مغادرتي؟ ماذا لو لم يلقى الرعاية المناسبة، الرعاية التي لا يمكن لأحد أن يحيطه بها إلاي؟ هكذا أفكر. ماذا لو مات وحيدا فلا أحد يكترث بقدر ما أكترث أنا؟ هكذا يصور لي شيطاني أن الأمور لا تكون مثالية إلا إن كنت أنا من يسيرها. أنانيتي كما أخبرتكم منمقة، وكذلك نذالتي، فما أحقرني وأنا أقرأ اسمي كاملا في صفحة الوفيات، حيث يشكرني أهل الفقيد في نعيه على الرعاية الاستثنائية التي حظي بها فقيدهم مني أنا المكترثة العظيمة. فأجهش بالبكاء ليس على الفقيد فقد انتهى، بل لأني أنا لن أراه، وأن جهودي تذهب هباء لأن الموت يأخذهم مني. وتعد جهودي انتحارا أفخر به، هباء. أرأيتم كيف تشتبه علي وجوهي؟ قد تقولون أني لا أعي معنى الأنانية، ولن أناقشكم في ذلك لأني لا أكترث لرأيكم، أكترث فقط لرأيي أنا في هذا الصدد. وها قد بعبارتي هذه أكون قد بدأت أبذل في سبيل التخلص من وجه المكترث، وقد أقحمتكم في ذلك رغما عنكم.